شكلها ايه اللحظات اللي ممكن ام تسيب فيها ولادها؟ انت عارفه هي ست غلبانه واساسا بتقول لك هيضربني هيضربني، وهي تقريبا طيبه زياده، يعني مش مثلا قويه وعارفه تدافع عن نفسها، لكن وقفت محامي فهو ضاربها ومخرشمها وشرط عليها تسيب عيالها وتكتب ورقه تنازل. في ستات كتير كده؟ اه في طبعا، بس هي عندها شويه يعني ايه عته شويه يعني، هي مش طبيعيه يعني لانها غلبانه، وبعدين من كتر ما بيضربها تقريبا الموضوع زاد عندها شويه، العبط زاد عندها. فكرتي في الموضوع؟ وانا بعمله كنت بفكر فيه يعني، كنتش فاكره ان انا وانا بعمله هعيط، فلقيت نفسي وانا بعمله عيطت، لانها للحظه كده بقيت التصقت بالشخصيه اللي كنت بمثلها، فثابت عليا، ثابت عليا نفسي ان انت لو كنتي كده وفي نفس الظروف في نفس الوجع. واوعي تفتكري الضعيف او العبيط انه مش عارف ان هو عبيط وانه مش عارف يتصرف في الموقف ده، لانه لو عارف يتصرف كان استعان بحد قوي يساعده، فمؤكد هو بيصعب عليه نفسه بس مش لازم يكون بيعيط. فانا ثابت عليا ان هي عارفه ان هي ضعيفه. اتفاجئتي برد الناس في الشارع؟ الناس حصل كوكتيل مشاعر، وكوكتيل مشاعر دوت خلاني اصدق الشخصيه اللي انا بعملها. كل الرجاله اللي وقفوا عايزين يدافعوا عني، فكره الدفاع. عشان كده بقول لك هو يحارب بس، اللي هو مالها؟ حد ضربها؟ مين اللي عمل فيها كده؟ يعني اللي هو فكره الدفاع. كانوا مستنيين يضربوا جوزك، في ناس كانت يضربوا اي حد خرش من الست دي بالشكل ده، فموقف دفاعي اللي هو فكره الراجل. الستات ولا اهتموا. بصي انت عارفه ان الام ام والست ست، الست دي سر الكون. انت مالك يا اختي؟ اقول لها عايز ياخد العيال، عايز يخليها تنزل عنهم. مين اللي عايز يتنزل عنهم؟ جوزي. لا يا اختي عينك يرجعوا لك. كل همهم ان ازاي الام تجتمع بصغرها. تعالي بقى، مش عاوزه اوجعك اكتر من كده.